وأختم بها من الأشياء المهمة جدا حضور الدورات واللقاءات مثل اللقاءات هذه دورات. ترى ما تعرفين زوجك إلا بعد أن تتعرفي على شخصية الرجال عن طريق الدورات أو عن طريق الكتب. والآن ما شاء الله يعني تويتر مليان مستشارين أسريين، ما يحتاج تروحين مباشرة، أضيف أي مستشار أسري كذلك الزوج وأبدأ أعرض له مشكلتي. أيضا البرامج الهادفة مثل بعض الزوجات اللي ما تنفتح من البيت أو بعض الأزواج، اليوتيوب به مقاطع كثيرة عن طرق